الدكتور بن عبيد مختص في جراحة الأعصاب، جزائري الأصل، نال جائزة نوبل بأمريكا سنة 2016 لاكتشافه علاج مرض الباركنسون. اليوم يحضر في ملتقى طبي بوهران للتطرق إلى تجربته العلمية المكتشفة. بعيدا عن المحاكاة الوراثية، هناك عملية الزرع التي كانت محتشمة في السابق، وحاليا هناك تطور في هذا المجال. الدكتور بن عبيد عرض آخر التطورات الطبية في مجال جراحة الأعصاب وما توصل إليه العلم في مجال الصحة. في الجزائر كاين بزاف يعني الجراحات اللي يندارو تبع كيما لا شيروجي دي ليبيليبسي، كيما لا شيروجي ايفيي، كيما لوندوسكوبي راهي تندار في بزاف المستشفيات الجزائريه. مشلول من ناحيه الكلام، من ناحيه لا مارش تاعه والهضره تاعه مشلول. بصح هاد الناس هادو اون ليتريت عندهم ادويه، ولكن يوصل واحد الوقت ما ينجمش بالادويه يتصرف بالامكان يجاوب بالادويه. هادو الناس هما اللي يديروهم العمليات هادو تاع الباركنسون. هذا الطبيب المكتشف لتقنيه جديده لمعالجه مرض الباركنسون احدث ثوره علميه بهذا العلاج، والذي هو محور وبحث ودراسه في هذا الملتقى وحتى في الجامعات العالميه.